السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معنا تاني على قناة حقيقة في دقيقة. النهاردة معنا الحلقة العاشرة من المسابقة. النهاردة معنا مفاجأة جامدة ليكم إن شاء الله. النهاردة هيختلف الوضع تماما. أحب أفكركم قبل ما نبدأ وقبل ما أتكلم نشترك في القناة لازم ونفعل الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات وتوصلكم المسابقات بتاعتنا، وإن شاء الله مستمرين بيكم ومعاكم. عدد المشاهدات الحمد لله بدأ يزيد، بس لسه عدد الاشتراكات لسه عايزينه في زيادة زي المشاهدات كده، ودي ان شاء الله مهمتكم انتم. وزي ما احنا ما قصرناش معاكم ياريت ما تقصروش معانا ان شاء الله. النهاردة معانا الحلقة العاشرة من المسابقة بتاعتنا، هنتكلم فيها عن صحابي من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن جبال الاسلام، صحابة الرسول اللي انا مسميهم جبال الاسلام. النهاردة هنتكلم عن جبل من جبال الاسلام. شفتوا الحلقة اللي فاتت، طبعا الناس كسبت وجوائز حلوة وجميلة والناس اكيد استفادت، وزي ما قلنا لحضراتكم اللي مش بيكسب بيستفاد معلومة، وان شاء الله بإذن الله كلنا هنكسب وكلنا هنستفاد. وبعد رمضان مستمرين معكم ان شاء الله، وكل رمضان لنا مسابقة دينية بإذن الله. وبعد شهر رمضان هنتكلم برضو في مواضيع الناس جريت عليها تخص المحمول ان شاء الله، هنتكلم فيها وحاجات مفيدة جدا جدا هتكون للناس بإذن الله. ويا رب نكون عند حسن ظنكم زي كل مرة ان شاء الله. يا رب رضاك لي خير من الدنيا وما فيها، يا خالق النفس قاسيها ودانيها، ولنظرة منك يا سؤلي ويا أملي أحب إلي من الدنيا وما فيها. يا زائر قبر الحبيب الهادي، أبلغ رسول الله شوق فؤادي، إني بحبك يا رسول الله متيم، وزيارتي إياك كل مراد. ربنا ينولها لنا وينولها لكم إن شاء الله. صلوا على سيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في بيعة العقبة الثانية اللي احنا ذكرناها في القصة اللي فاتت، بايع الرسول عليه الصلاة والسلام 70 رجلا وامرأتان. كان هذا الصحابي من 70 رجل، هو وأباه، يعني هو وأبوه كانوا من 70 رجل اللي بايع الرسول عليه الصلاة والسلام في بايعة العقبة الثانية. وكان أول واحدة في المرأتان اللي بايعوه كانت أمه اللي هي السيدة نسيبة بنت كعب، وكانت المرأة الثانية هي خالته. يعني 70 رجل كان هو وأبوه منهم، والمرأتان اللي بايعوا الرسول كانت أمه وخالته. الصحابي بتاعنا آمن مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنذ أن آمن لم يفوت غزوة ولم يفوت معركة إلا وخاضها، لم يقصر في إيمانه، لم يقصر في إسلامه. وفي يوم من الأيام شهدت الجزيرة العربية أمرا لم تشهده من قبل، أمر يعني أو حدث مريع. خرج اثنان كاذبين مريعين وادعيا النبوة، وهما الأسود بن كعب الأنسي ومسيلمة الكذاب. خرج إحداهما إلى اليمامة، وخرج الآخر بصنعاء، يعني واحد خرج في صنعاء والثاني في اليمامة، وأخذ يحرضان الناس على الدين الإسلامي، وأخذ يشككان الناس في النبوة، وأخذوا يعني بيتوه الناس إن هم إيه أنبياء، بيقولوا إحنا أنبياء إحنا أرسلنا ربنا، وما اكتفوش بده كله، لا ده بدأوا يشككوا في النبي عليه الصلاة والسلام. وفوجئ النبي عليه الصلاة والسلام برسول أتاه من مسيلمة الكذاب، أتاه بكتاب يقول فيه مسيلمة الكذاب. اسمع ماذا يقول هذا الرجل: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك، لقد أشركت معك في الأمر، ولنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريش قوم يعني ايه جبارين، يعني قوم يعني ايه يعتدون يعني قوم. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام أحد من أصحابه الكاتبين وأملى عليه ملاج اللي اكتب هيرد على مسيلمة الكذاب. ايه كان رد الرسول عليه الصلاة والسلام عليه؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، فإن الأرض لله يورثها لمن يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فجاءت رسالة رسول الله أو كلام رسول الله كفلق الصبح، وفضحت كذاب بني حنيفة مسيلمة الكذاب الذي ظن أن النبوة ملكا، فراح يطالب بنصف الأرض ونصف البشر ونصف الناس. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرسالة مع هذا الصحابي البطل،
وأخذ الصحابي بدر الرسالة وأخذ طريقه إلى مسيلمة الكذاب، فماذا حدث هناك؟ عندما قرأ مسيلمة الكذاب هذه الرسالة ازداد غضبا، تمام، ونسي كل ما يملكه الرجل من مروءة وكل ما تملكه العرب من مروءة وأصول العرب وأصول الرجولة، فعذب مرسول الرسول، عذب هذا الصحابي وجمع كل قومه، تمام، علشان يعني فاكر ان الصحابي ده من كتر التعذيب خلاص هيأمن بيه والكلام ده، فجاء جمع كل قومه وجاء بهذا الصحابي وعلامات التعذيب على وجهه وقال له: هل تؤمن بمحمد؟ فقال هذا الصحابي: نعم، انه محمد رسول الله. فاتضح الخزي على وجه مسيلمة الكذاب، فقال له: هل تؤمن بي اني رسول الله؟ فقال هذا الصحابي البطل الشجاع: لم اسمع شيئا. قال في سخرية: لم اسمع شيئا. فسخر من مسيلمة الكذاب، ومسيلمة اعتقد انه سوف يسلبه شجاعة روحه عندما يعذبه، واعتقد انه سوف يحقق معجزة موهومة امام الموهومين به بانه نبي، ولكن هذا الصحابي قيب ظنه وتلقى امام قومه وامام الذين جمعهم لطمة قوية اسقطته ارضا من هذا الصحابي البطل الشجاع الذي لم يهتز ولو للحظة من مسيلمة او قومه. فنادى مسيلمة الكذاب جلاده واخذ يجلد هذا الصحابي ويقطع من جسمه قطعة قطعة اعتقادا في رأيه انه سوف يسلبه شجاعته ومرؤته، ولكن هذا الصحابي صمد ولم يكن على لسانه سوى كلمة: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. مع ان هذا الصحابي لو كان في الموقف ده انقذ نفسه او انقذ مش يعني ما كانش هينقص من اسلامه شيء، وما انقذ نفسه في هذا الموقف، ولكن لم يرد ان يفرح به اعداءه. وبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام نبأ استشهاد مبعوثه وهو هذا الصحابي الجليل، واستقبل الخبر بصبر واصطبر لحكم ربه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يرى بنور الله مصير هذا الكذاب وماذا سيفعل الله به. وعندما وصل هذا الخبر لأمه نسيبة بنت كعب ضغطت على أسنانها كثيرا وحلفت يمينا بأن تأخذ بصقر ابنها من هذا الكذاب من هذا الكافر. فجاءت على عصر تلك الحادثة الموقعة التاريخية موقعة اليمامة، وجهز سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خليفة رسول الله جيشا كبيرا وذاهبا إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة، وجهز مسيلمة أيضا جيشا كبيرا لمقابلة جيش رسول الله عليه الصلاة والسلام. وخرجت السيدة نسيبة بنت كعب في وسط الجيش لتأخذ بصقر ابنها، في يمينها السيف وفي يسارها الرمح ولسانها لا يكف عن الصياح: أين عدو الله؟ ولما قتل مسيلمة الكذاب وسقط على الأرض كالعهن المنفوش، وارتفعت رايات الإسلام عزيزة ظافرة بالنصر الذي حققه المسلمون، ووقفت السيدة نسيبة بنت كعب وجسدها مليء بالجروح من كسرة الضرب، ووقفت على جثة هذا الكافر مسيلمة الكذاب وفعلت ما أرادت به، فأخذت حقها ولم يضيع حق هذا الصحابي الجليل الذي أرسله رسول الله رسولا لمسيلمة الكذاب فقتله هذا الكافر. سؤالنا: مين هو هذا الصحابي اللي أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طبعا اسم المعركة أنا قلتها دلوقتي هي موقعة اليمامة، فاحنا عايزين اسم الصحابي ده البطل الشجاع اللي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام مرسول مسيلمة الكذاب. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا. خلاص قربنا إن شاء الله هنعمل السحب على تليفون هوبو، بس اشتراكات في القناة يا جماعة والله الاشتراك مجانا زي ما قلنا المرة اللي فاتت مش بفلوس، بس يا ريت تساعدونا اشتركوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس علشان نوصل بيكم ان شاء الله. وبعد رمضان هنتكلم في مواضيع كتير جدا ان شاء الله عن المحمول وعن ازاي ما حدش يضحك عليك في انك تشتري جهاز او تبيع جهاز، ازاي تعرف الجهاز ده كويس ولا الجهاز ده وحش، كل الحاجات ان شاء الله هتبقى بعد رمضان. وكل رمضان هيبقى لنا مسابقة دينية ولينا ناس فايزة وفي ناس هتظهر معانا في القناة إن شاء الله، فتابعونا وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان نكمل بيكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.